السلام عليكم، انا فيكم فيديو من تسريبات ابو. نبدا معكم الحين الفيديو الثالث وان شاء الله نكمل هذه السلسله. مثل ما قلت لكم اذا الدعم قوي راح نكمل هذه السلسله. راح نتكلم الحين عن الايباد. طبعا اول شيء نتكلم عن الايباد العادي تسريبات، بس قبل ما نبدا التسريبات خلينا نرجع ورا ونشوف كيف ابو بدات سلسله الايبادات. اول ما بدات ابو نزلت الايباد اللي هو 9.7 انش، كان الايباد العادي من جميع الجهات نفس البازلز، يعني هنا وهنا عريض كان، والمدخل الشاحن كان مدخل الشاحن القديم. بدأت في الجيل الأول كان بدون كاميرا، ما في كاميرا أمامية ولا كاميرا خلفية، أعلن عنه ستيف جوبز. بعدها بثلاث سنوات أعلنت أبل عن الآيباد ميني، كان هذا 9.7 إنش، هذا سوته 7.9 إنش. جت شعبية كثيرة للآيباد، خصوصاً إنه معالج نفس المعالج هذا، نفس المواصفات في كل سنة ينزلونهم، وحجمه صغير وممتاز للأطفال. بعدها تقريباً بأربع سنوات أبل اقتلت الآيباد، يعني تقريباً أخذ ثلاث سنوات تقريباً أبل ما نزلت واحد جديد. الايباد ميني بدأت تكمل مع الايباد العادي 9.7 انش، لين قبل ثلاث سنوات توقفت برضو وبدأت سلسلة الايباد برو. الايباد برو بدأت سلسلتها بالبروفيشنال بالقلم والاشياء دي كلها، توقع كبر سوق الايباد، لكن ابل بقى ما تدقق على الايبادات البرو، كنسلت الايبادات العادية. طبعا ما في فرق، بس انه القلم صار شغله قوي صح، وارتفع سعره كثير، فالايباد برو تقريبا صعب انك تشوف طفل يلعب فيه، لكن الايبادات العادية يعني ب $400 $500 نقدر نشتريها لاي طفل. الى سنة 2018 لهذه السنة في تقريبا مارج ابل اعلنت عن الايباد للستودنتس، ايباد الطلاب مش برو. برو طبعا يغطي كل شيء، لكن الايباد الطلاب كان سعره ب $320 تقريبا او $330، كان هو نفسه بالضبط هذا الايباد اير، لكن يدعم القلم، يدعم القلم القديم اللي هو نفس هذا القلم. وجات شعبية قوية، لكن المعالج اللي حطوا فيه تقريبا A10، معالج الايفون طبعا، حتى ما حطوا A10X، لكن استخدامه قوي وممتاز للطلاب، كل شوية ممتاز ما راح يصير فيه اي تعليق او شيء. لكن عدت تسريبات جديدة في 2019 ابل تقريبا راح تعلن عن الايباد نفسه الستودنت مال السنة راح تنزله، لكن راح يكون بدون حواف بدون زر، راح يكون كامل الشاشة نفس الايباد برو الجديد من 2018، وراح يكون حجمه تقريبا 10 انش. فابل كذا عدلت شوية السلسلة اللي عندها، اذا كان هذا 10 انش فالايباد الستودنت راح يكون 10 انش بعد ما كان 7.9 انش، فراح يبدؤون من 10 انش، بعدين 11 انش الايباد برو و12.9 انش الايباد برو برضو. وبرضو في اشاعه ثانيه ان ابل راح اخيرا ترجع الايباد ميني، الايباد ميني راح يكون بسعر رخيص، ما ادري هل ابل راح تحط القلم فيه او لا، اتوقع ما راح تحط لانه هل ينفع انك تستخدم هالحجم بالقلم؟ ما ادري. ابل اذا رجعت الايباد ميني ما اتوقع تخليه شاشه كامله مثل الايبادات العاديه، لانه بتخليه يمكن سعر ارخص، ممكن يكون 300 ما ادري والله كم، بس اذا خليت شاشه كامله راح يكون سعره عالي، فاتوقع انه متخلي كذا يمكن برضه ببصمه، او انه تغلي الحواف شوي، ترفع الكاميرا شوي فوق، لكن تخلي شوي في حواف مش نفس الايبادات الجديده، عشان يكون سعره رخيص ولحق فئه الدخول لو انك تستخدم ايباد وما تبي ذاك السعر القوي. وبس هذه الاشاعات جايه، وتقريبا هذا الاشكال اللي يمكن راح تكون في الايباد الجديد. ف ننتظر ونشوف، باقي لنا تقريبا 3 شهور او 4 شهور ونشوف ابل ايش راح تسوي في الايباد الجديده. طيب، وبعد ما خلصنا من سلسله الايباد راح نرجع معاكم الحين سلسله الايفون، لكن راح نبدا اول شيء من الايفون اس اي او الفايف اس، البعض الى الان يستخدم الفايف اس. الاشاعات كثيره طلعت عليه من قبل 3 سنوات ان ابل راح ترجع الايفون اس اي او الايفون فايف اس بالشكل الجديد، لان اتوقع هذا افضل جهاز او افضل ديزاين ابل سوته. فاتمنى ان ابل ترجعه، والاشاعات كثيره انه راح يكون نفس الديزاين لكن راح يكون بالابعاد الجديده وبدون زر البصمه. اتمنى ابل انها تسوي هالحركه، تقريبا عادي انه لو نفس البادي بدون زر البصمه وتخلي الشاشه حقتها نفس الايفون 10R او اقل من الايفون 10R بهذا الحجم، راح يكون جهاز جبار والكل راح يشتري. طبعا ممكن حتى المعالج حقه ما راح يحطون معالج الايفون الجديد، ممكن راح يحطون عليه معالج الايفون A11، راح يكون قوي في هذا الحجم والمعالج الـ A11 ومع الشاشة الـ 720 أو أقل من 720، وراح يجيب مبيعات لأ. أكثر الأشخاص يتمنون يرجعون للآيفون القديم، حجمه واستخدامه باليد الواحدة زي ما تشوفون إلى الآن لا سوق. حتى أبل اعترفت يوم جت تنزل الآيفون اس اي، وقفوا الآيفون 5S هذا الشكل، بعدين نزلوا 6، بعدين نزلوا 6S، أعلنت أبل بعدين إنه قالوا إلى الآن خدنا سنتين من وقفنا الشكل الآيفون 5S وإلى الآن في إقبال كثير عليه، فرجعنا الآيفون اس اي. فأتوقع أن أبل لازم ترجع هذا الآيفون. اذا رجعت هذا الايفون راح يرتبون عندهم السلسله برضو. فمثل ما طلعت لي شعرنا راح يكون عندهم الحين 4 ايباد، ايباد ميني والايباد 10 انش والايباد برو 11 انش وايباد برو 12.9 انش، والحين عندهم 3 ايفونات، ايفون 10 اس، 10 اس ماكس، 10 ار.
فاذا عدلوا هذا بما ان الايفون 10R هو يكون اقل جوده او اقل مواصفات من الايفون 10S و 10S ماكس فينزلون هذا برضو راح يكون عندهم جوالين مواصفات متوسطه وجوالين فلاكشيب اللي هو 10S و 10S ماكس فلاكشيب يكون والايفون اس اي الجديد وال 10R يكون الميد رينج او شيء طبعا ابل ما راح تفكر بالايفونات المتوسطه ما راح تقول لك ان هذا الايفون متوسط هي عندها كل اجهزه فلاكشيب بالمعالجات قويه لكن لو تسوي ذي الحركه نكون متشكرين لها وننتقل معكم برضو عن براءة اختراع تسربت على الدبل ان الايفون او الاجهزة الجديدة راح تكون شاشة من الخلف برضو التسريب هذا تقريبا خذ له سنة لكن الان بعض الشركات الصينية سووا الجهاز انه يكون شاشة من الامام وشاشة من الخلف الان بعض الاشخاص سووا برضو للايفون بالتسريبات القديمة اللي طلعت عن براءة اختراع اللي خذتها ابل انه يكون الايفون من الامام والخلف كامل شاشة هذه الميزة راح تكون ممتازة انه يكون من الامام بدون الناتش لان خلاص راح تكون بس الكاميرات الخلفية اللي تشتغل فما يكون عندك كاميرا امامية اذا كنت بتصور سيلفي راح تضرب بالشاشة الخلفية وتقدر تصور سيلفي لان عندك شاشة وعندك كاميرا من الخلف اذا صرت بتصور تصوير عادي بدون سيلفي راح تصور بالشاشة الامامية والوردي الكاميرا من الخلف بهذه الحركة اتوقع تغلي الكاميرات اللي في الجوال لان كاميرا امامية وكاميرا خلفية راح يكون بس كاميرا خلفية لكن هذه الاشاعة هذا الايفون ما اتوقع راح ينزل الحين بعد 5 سنوات بعد 6 أو 7 سنوات فأبل خذت براءة اختراع وأبل معروفة إذا خذت براءة اختراع راح تشتغل عليها أكثر من 3 أو 4 سنوات بعدين تعلن عنها وبس هذه التسريبات للآيفون والآيباد ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني وإذا عجبكم الفيديو والتسريبات هذه اكتبوا لي تحت التعليقات ونشر المقطع إذا حسيت في تفاعل بهذه السلسلة التسريبات راح أكمل معاكم والسلام عليكم.